وحمانته هوتيل امباسي دور مغالدة هرقيسة لغو قبطي شركي تضباد سدويد معاوموين كالصومالي لان شركان اوسي رسمي اوفري مدحوينها الصومالي لان احمد محمد محمود سيلانيو ايا وحكسو قيب قلي وزيرة وسارتها الرماها ديبت دا قرشينتا الرماها قدها مالية دا مدحتو يدا حنانا دا حولها عدالة دا ديگان كعيارها معدن تا يتمرتا خيرات كبيها كناعسيقا وزير الدولها مالية دا وزير كحيانك وزارة دا شقدا ايا الرماها برشدا اقاسمها قد وزارة دا قرشينتا مدحك لو كسوتا لامها الدولد ورردا وضنيقا كوا بلشدا دالي يردا قنع ساتو مدحك سوتا ديق بحي ياشا صفيرو مدحك سوتا قرمدا ميدوبي ورور قبليد كإيقاد بانكا دونكا اي ورردا عالميقا شركان ومدلبا مال موضح كسوان دونا هو تيلان باستوري مغالا ذا هرقيسة ايا واحا سواق بانقابي وزارة دا قرشين تا سومالي لان وچيدا دا شركان ايا واحا اي تهاي سيدي لولا فقوري لها اسلامار كان اي سومالي لان وقو قد بلنا هاي ديق بحي ياشا وربحين لحدي دا وحقابت كاكسو باحي معاومة دي اي سيين سومالي لان اي سيدا لوكالا سييو مندان تباهي هادال كاكتشيرا laysuguna chaan goyn doono qorshayaasha sanadaha soo socda iyo waliba sidii laysu waafajin lahaa mucaawimada iyo baahida waxana shirkaasi ka hadlay madaxweynaha Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Siilanyo mahadnaq ballaaran u soo jeediyay deeqbixiyayaasha iyo kasoo qayb galayaasha waxana madaxweynuhu xusay in Soomaaliland ay labaatan sano u dambeeyay nabadgelyo ku naaloonaysay taasoo sidoo kale ay kula noolayd wadamada jaarka iyo caalamka intiisa kale isagoo intaas ku daray in Soomaaliland ay gaadhay horumar ballaaran oo dhinacyo badan ah waxa kale oo uu xusay madaxweynuhu inay ka go'an tahay qabashada doorashada madaxtinimada iyo wakiilada ee sanadka 2015 مدحوين السيلانيا ايا كده واجيي موقف كاي حكومة دا الصومالي لان كقادتاي كقيب قلك الشركة دوان كقبسومي دونا كوبنهيك ادل كابدان ماريك The further agenda that's been discussed at the Copenhagen conference is of no concern to Somaliland. What I would ask of the international community is to support the dialogue which has been generously supported by Turkey. We would like these talks to deliver results and seek the international community's support to ensure that parties are held accountable to what is agreed at the talks. Somaliland is committed to regional peace and security and values these talks as a responsible state within the global community. وزير وزارة دا قرشين تا سومالي لان دكتر ساعد علي شيري ايا اساقنا صفا فاسانوغا ورامي وچيدة دا شيركا ايو قدو بادل لغو لفقور ايو او شيئيغا اينا تهاي سيدي وربحينا كسابسان وحقابت كفل اي معاومو ينكا سومالي لان لسيو لوسي لا ديق بحي اياشا وحانو ين تاسيكو داري ان مدد او سعودو لغو لفقور دونو اهرماها معاومو ينكا لغو تلقالي ان لغو هرومريو سومالي لان سفير اندرسون او كهدلي مقعد دولة الدنمارك ايا استغونا كدواجيه سيدا ايقو قانع سنهين هرو مركة سومالي لان اي قادي استغونا حصي ان اي سي وضي دونان تيقاها اي معاوموين كا اي سيان سومالي لان وحقلو حصي ان اي سود وين ايان حبين تدو مركة اللوغو داري قودي دورشوين كا وحقلو ايقونا الكاسي كهدلي وزيرا كترسان حكومة دا اي مدح كسعوتي كقايب قلياشا شركان او دمان تود بسي اسكومي دا shirka waxaan ay tilmaameen in wax qabad muuqda lagu fuliyay mucaawimooyinka Soomaaliland ka soo gaaray deeq bixiyayaasha iyo dawladaha caalamka halkaan ay ka sii wadi doonaan wada shaqeynta arrimaha horumarka Soomaaliland gaadhay Maxamed Yusuf Bakayle Royal TV magaalada Hargeysa